صباح الخير اعزائي المشاهدين قناه المحور وبرنامج يوم سعيد، معاكم كوتش فتحي من اورال جيم جري سكوير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض تمرين البول، هنترجت بيها خلفيه الجسم كابر بادي. هنبتدي اول تمرين معانا اللاتس بنت اوفر بالدمبل. نعمله بالشكل ده، ضهري يبقى مفروض وكوعي لازق جنب جسمي ويطلع كده. اول شكل معانا بنت اوفر متارجت بيه اللاتس. تاني شكل معانا هنتارجت بيه الابر باك، يبقى بالشكل ده. ايدي بقى تبقى بعيده عن الجسم شويه وكوعي بيبقى مفتوح سنه، تعمل كده. ده كان تاني شكل معانا متارجت بيه الابر باك. وبعد كده هنعمل شكل تاني للرير ديلت، هنتارجت بيه الكتف الخلفي. أنا بالشكل ده معانا. الشكل اللي بعده هنتارجت بيه البايسبس، هنعمل دمبل كير. الشكل اللي بعده هنعمل هامر، هنتارجت بيه البراكالس بالشكل ده. اخر شكل معانا هنتارجت بيه الترابيز، هنعمل شراجز بالشكل ده. شكرا، كان معاكم كوتش فتحي من اورال جيم جري سكوير، برنامج يوم سعيد قناه المحور.